غياب الرؤية يجعل الجميع في حالة ارتباك. وأنا أعترف أول ما أعترف على نفسي أن هذا الارتباك أصلاً أنا أتعرض إليه هذه الأيام. احترسوا، قد تعود بلادكم إلى الوراء. غياب الرؤية اللي نقدر نقيس عليها مين الخائن ومين الشريف ومين اللي باع ومين اللي فرط في البلد دي، أين الرؤية؟ أنا بعتقد أنتم أكبر الناس. وأنا بعد إذنكم، أنا فقدت الثقة في قدرة النخب السياسية على، ويمكن معركة الانتخابات اللي الحمد لله بفضل المحكمة الدستورية العليا منعت مسخرة إجراء انتخابات الاستحقاق الانتخابي برلمان، كان هيبقى سمك لبن تمر هندي. الأنظمة اللي أسقطوها دخلوا في كل القوائم ولا أستسلم منهم أحدا. الحمد لله المحكمة جت. يمكن الرؤية لما نتفق على رؤية توصل لغيرنا من صانع القرار، توصل اصلا للقوى السياسيه المتناحره على ايه؟ على مقاعد لا لن تؤدي الى شيء يتحالف فيها مع اعداء البلد.